اهلا بكم شباب. ان شاء الله احنا في استعداد لبدايه شيكاغو ان شاء الله بعد يومين. وصلت امبارح الصبح. النهارده عندي تمرين دار في جيم اسمه مات هاوس. جيم فخم جدا يعني. من كتر الاجهزه انا محتار اتمرني ولا ايه. Thank you.
مرحبا شباب، احنا دلوقتي ان شاء الله رحنا على الميتنج بس متاخر. الحق اروح بسرعه بقى. شكن ولا فراخ؟ شكن ولا دجاج؟ هحطه على اليوتيوب، هحطه برضه. بصوا ما تتعبيش نفسك، هو حسن من زمان كل ما يقف قدام الكاميرا وشه احمر. طب هو اتغير الموضوع، استنى شويه. لحد الان زي ما هو وشه احمر. ولا ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله، ويعني ابطال مصر اللي مشرفينها، ويعني كل واحد منهم باجتهاده الشخصي وصل للمكان اللي هو فيها والمستوى اللي هو فيه، وكل اللي باقي دعوات الناس اللي بتحبهم ربنا يوفقهم ان شاء الله، ويوفقنا ويوفق كل الابطال اللي اجتهدوا ان شاء الله. شكرا. محمد الحمد لله الناس طبعا مش عايز اوصفكم، ومحتاجين دعواتكم، هي اهم حاجه، دعوات كلنا، كل الابطال المصريين، ده كل اللي احنا محتاجينه منكم، هو ده الدعم الحقيقي اللي احنا مستنيينه، واحنا بنبذل اقصى ما عندنا عشان نحاول نفرح ونفرحكم ونرفع راس بلدنا ونرفع مستوى بلدنا فوق في الرياضه كمان الاجسام، وبس احنا عملنا اللي علينا والباقي عليكم من دعوات، وربنا هو اللي عليه كل شيء ان شاء الله. حسن ده والباس كوكيز، واو جود، ما فليفر از هي جاد، what kind of dog is it? Cause I eat it. Oh, not your average cat. Kit Kat. Yum. أنا مبسوط النهاردة عشان ورداني معايا وشعبان معايا، حسيت إن أنا رجعت مصر تاني. أخيرا بنتكلم عربي. أنا حد يتكلم معايا عربي بدل ما قاعد عمال أقول للناس thank you thank you. لا لا، حسن يقول لي أحلى حاجة في باك ستيج إن أنت معايا عشان لا حد يتكلم معايا عربي. يتكلم معايا عربي. خلاص. دي الوجبه الاخيره بتاعتي، معلش لسه صاحي من النوم بس من الارهاق من السفر امبارح والكلام ده كله، فبعد ما خلصنا التشيك ان النهارده والتسجيل في البطوله والكلام ده كله قلت كذا وجبه ودخلت نمت، بس طبعا لازم اخلص الجدول الاكل بتاعي، ولازم زي ما احنا ماشيين كل حاجه تكون مظبوطه. طبعا وجبتي 250 جرام فراخ، مفيش كارب، طبعا مفيش خضار عشان النفخ بتاعت المعدة قبل الستيج والكلام ده كله، فان شاء الله البطولة كمان بكرة مع صباح السبت بتون ان شاء الله، ان شاء الله يعني نعمل مستوى كويس المرة دي ونطلع بشكل كويس. دعواتكم لنا. بدأنا التحميل، ان شاء الله يعني تظبط المره دي، لسه قدامنا يوم كمان باذن الله، ان شاء الله تظبط ونطلع بحاجه كويسه.